الرحمن الرحيم. اليوم حابب أنقل لكم تجربتي الشخصية في بيع هواتف نوكيا. طبعا شركة نوكيا دي شركة رائدة في عالم الهواتف. طبعا احنا نفتكر كلنا أيام ما كنا نبيع الأجهزة، كنا يقول لك عايز نوكيا روح لرايا ونفضل إيه، يعني كان حاجة مميزة اللي احنا بنبيع أجهزة نوكيا، كان مفيش أصلا موجود على الساحة غير شركة نوكيا. فطبعا شركة نوكيا راجعة تاني بفئات جديدة من الأجهزة، وفي جهاز مميز أنا بحب أبيعه، يعني الجهاز اللي هو الـ 3.1 بلس ده من ضمن الأجهزة اللي أنا حابب أبيعها للعميل وببقى مبسوط وأنا ببيع الجهاز. فأنا دلوقتي إن شاء الله أشرح لكم تجربتي مع الجهاز ونفتح العلبة كده وأفرجكم على الجهاز. نبتدي بقى نفتح علبة الجهاز كده وأفرجكم على الجهاز وإيه المكونات بتاعة العلبة من جوه. طبعا الجهاز بيجي معاه الدبوس بتاع فتح الشرايح، في عندنا بقى دي الوصلة بتاعة الشحن، ده برضه موجودة اهي، وصلة اليو اس بي، وفي بواصل الشحن ده برضو موجودة الوكالة الأصلية. في عندنا برضو هاند فري نوكيا المميز اللي كل الناس أصلا بتحب الهاند فري بتاع نوكيا أصلا وتحب أصلا تقطنيه. الجهاز عبارة عن الجسم الخارجي بتاعه مكون من معدن اللي هو الألمونيا ومعدن، فالجهاز قوي جدا، يعني أنا شايف إن الجهاز الجسم الخارجي قوي جدا ومعدن، فأنا بحب أشيل عامة الأجهزة المعدنية، يعني الجهاز يكون معدن يعني عشان يستحمل معايا الشغل بتاعي. والشاشة كمان 6 بوصة، فده حاجة ممتازة جدا إن الشاشة بتاعتك تكون 6 بوصة. وإحنا نطلب برضو كمان نشغل الشاشة ونشغل الجهاز، يعني دي الشاشة بتاعتنا 6 بوصة، فده شيء ممتاز جدا. الجهاز الماتيريال بتاعه قوي وحاجة جميلة. أداء الهاتف بالنسبة للناس اللي هي بتحب ما تستغناش عن خطوطها، طبعا اللي هو عايز 2 خط وعايز كارت ميموري، طبعا الجهاز بيدعم ايه؟ بيدعم شريحة اهي، وبيدعم الشريحة التانية مع كارت الميموري، يعني مش هنستغنى عن شرايحنا ولا أي حاجة ايه احنا عايزينها. ده بالنسبة كده لبيت الكارت. بالنسبة بقى الجهاز الاندرويد بتاعه اندرويد 8 وبيتحدث لاندرويد 9، وده ميزه اصلا في نوكيا من ضمن المميزات اللي هي موجوده في نوكيا، وبتبعت تحديثات بسرعه للاجهزه، فدي حاجه كويسه. يعني في اجهزه قديمه بتاعت نوكيا اللي هي ال 2 وال 3 القدام اتبعت لهم التحديثات وتحدثوا، فدي حاجه ميزه كويسه جدا في نوكيا انا بحبها عشان كده، يعني دي شيء مهم. بالنسبه للبروسيسور بتاع الجهاز ده بروسيسور ميديا تك هيليو بي 22 ثماني النواه. بالنسبه للرامات، الرامات 3 جيجا رام، ودي حاجه كويسه بسبب ان انا اقدر احط ابلكيشن كتير، احط العاب، فدي بتديني ايه شغل واداء اعلى للجهاز. بالنسبه لسعه التخزين، سعه التخزين 32، ممكن ازود سعه التخزين دي لغايه 400 جيجا ان انا استعين بكارت ميموري خارجي واقدر احطه في قلب الجهاز. هنتكلم دلوقتي عن الكاميرا بتاعت الجهاز. الكاميرا بتاعت الجهاز بيجي بكاميرا مزدوجه، الكاميرا الرئيسيه 13 ميجا بكسل بفتحه العدسه 2، والكاميرا بتاعت العزل لما اجي اصور بحب اعزل الخلفيه اللي ورايا بتبقى 5 ميجا بكسل بفتحه العدسه 2 و4. وفي فلاش لو انا حابب اشغله بشغله، مش عايز اشغله على حسب الاضاءه المتوفره قصادي، فدي حاجه ايه براحتي، عايز اشغلها اشغلها، مش عايز اشغلها خلاص. في الكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل بفتحه العدسه 2 و2، ودي برضو تعتبر بالنسبه لتصوير السيلفي كويسه يعني. وبرضو في فلاش اللي انا بستخدم الشاشه ذات نفسها كفلاش، فدي لو حابب بستخدمه بستخدمه، مش عايز خلاص على حسب الاضاءه المتوفره اصلا. هنتكلم بقى عن امان الجهاز. بالنسبه للناس اللي بتحب تستخدم البصمه، في بصمه بقى ممكن يستخدمها بتاعت الجهاز، او بيستخدم اللوك اللي هو النقش اللي هو عايز يستخدم نقش، في برضو النقش بتاع الجهاز ده ممكن تستخدمه برضو لو انت حابب تستخدم النقش بتاع الجهاز، فزي ما انت تحب. بالنسبه برضو لنقاط القوه جدا في قلب الجهاز، ان الجهاز البطاريه بتاعته 3500 امبير، ف
فده يعتبر نقطة قوة في قلب الجهاز، ان لو انا عايز استخدم الجهاز بأداء عالي وافضل استخدم الجهاز ما يفصلش مني، فممكن يقعد معايا من يومين ليوم ونص، فده يعتبر اداء كويس ومتميز جدا. بالنسبة بقى لنوكيا تعتبر هي الاداء الافضل بالنسبة للفئة المتوسطة دي، انا جهاز مقتنع بيه وبيعه وانا مقتنع بيه، ومبقاش تعبني في حاجة وانا ببيعه، وسهل بالنسبة لي وانا ببيعه، فده تعتبر نقطة قوة في نوكيا، ونوكيا هي الأقوى.